شوف مستوى ليفربول قبله ومستواه مع كلوب، اضاف، انما هذا الموسم بدايته سيئه، لازم عليه التدارك ولازم زي ما بقول يبقى فيه تحدي بالنسبه له. على فكره انا برشحه انه يكسب النهارده، هو بيحب يلعب جوارديولا، وميزه كلوب لما بيلعب جوارديولا بيقول له هكسبك انا الند بالند، سيبك من الفورمه بتاع الفريق، سوري، سيبك من الفورمه بتاع الفريق، امكانيات الفريق، اوعى تخاف من جوارديولا. جوارديولا لو حس ان انت خايف منه يا نهار ابيض هيكسر الدنيا. فالنهارده نقطه مفصليه لكلوب، العب الند بالند، العب زي المباريات اللي انت كنت بتلعبها مع جوارديولا، سيبك من فورمه الفريق، امكانيات الفريق، العب على نقاط قوتك، العب على الضغط العالي، العب الريتم السريع. النهارده تحدي بالنسبه له وتجديد الاهداف، التواجد في مراكز دوري الابطال الموسم القادم هدف رئيسي بالنسبه له. كابتن محمد، استمعت اليك ما قلته في الاخير عن الخوف من جوارديولا، لابد من كلوب الا يخشى جوارديولا. اود ان اسالك، هل هذا يعني بان فوز ريال مدريد، فوز انشيلوتي على جوارديولا العام الماضي، يعني بان انشيلوتي لم يكن يخشى جوارديولا؟ انشيلوتي لا، هو بس هو التيشيرت الريال يا جماعه ما يخوفش، سيبك مين المدرب اللي قاعد على الدكه، هو التيشيرت بتاع الريال يخوف. انت ما سمعتش التصريح بتاع جوارديولا في المباراه الاخيره بتاع كوبنهاجن؟ قال له الصحفي بيساله بيقول له انت ما بتكسبش دوري ابطال ليه؟ قال له هناك ريال مدريد. لا انا دائما اواجه ريال مدريد، فيبدو بان بيب جوارديولا هو الذي يخاف من ريال مدريد وليس العكس. ليفربول مانشستر سيتي مع ارقام قد تكون مختلفه هذا الموسم مشاهدينا الاعزاء، حيث ياتي ليفربول في المركز الحادي عشر بعد تعثرات عديدة، ومانشستر سيتي طبعا في الطريق الصحيح حتى الآن، صحيح في المركز الثاني ولكن هناك تحدي آخر الآن مع أرسنال وفرق أخرى. هذه الأرقام كابتن محمد تدل على تراجع كبير لليفربول، وتعني بأن مانشستر سيتي مستقر على المستوى الفني. فرق النقاط 13 نقطة بين الفريقين، فرق كبير وما كانش حد يتوقع في بداية هذا الموسم، ولا حتى من كلوب اللي انا شفت له تصريح 22/7/2022 قال بالظبط، قال كده بالظبط، انا عندي احسن اربع سنتر باكات موجوده في العالم، عندي احسن باك رايت، عندي احسن باك ليفت، عندي احسن حارس مرمى، وانا مستعد للمنافسه. الكلام اتغير من يومين، قال لك انا ما اقدرش انافس السيتي. انا ممكن كمحلل ومتابع للاداء ليفربول اغلط في تقييم الفريق، وده مقبول في بعض الاحيان، المدرب لما يغلط في تقييم فرقته مصيبه مصيبه. اولا هو غلط في عمليه رحيل مانيه، انا دي مانيه كانت رغبته ما تمسكش بيه، مش ادي واحد اتنين، نص ملعبه كان محتاج اضافات، هو لا دافع عن الغلط وقال لا انا فرقتي كويسه، انا مكتفي بلاعبين الوسط الموجودين حاليا. فالنهارده هو عنده مشكله، والاصابات دي اثرت على شكل الفريق. فالنهارده كلوب انت الملام، ما تبقاش عيوطه، انا مسميه عيوطه لما بيخسر والنتائج سيئه بتبقى عيوطه. فانت النهارده غلطت في تقييمك لفريقك في بدايه الموسم، عندك فرصه تجديد الاهداف. ايه تجديد او تغيير الاهداف؟ في بدايه الموسم انت قلت هنافس، دلوقتي انت بره المنافسه اكلينيكيه، مش هتاخد دوري، فتحط الهدف بتاعك بهذا الموسم اللي هدف يا عبد العزيز التواجد في دوري الابطال الموسم القادم، التواجد في دوري الابطال الموسم القادم. هذه مهمه بحد ذاتها صعبه، صعب وصعبه وممكن ما الحقهاش، فلازم تبقى واقعي واقعي وتغير اهدافك وانت بتدفع خطا تقييمك لفرقتك في بدايه الموسم، ولم تضيف سواء على الافكار ولا اللاعبين ولا الجهاز الفني. عكس جوارديولا عبد العزيز، المدرب محتاج حاجات عشان يغير في تفكيره. أولا جوارديولا غير في الطاقم الفني بتاعه في المساعدين لأسباب مختلفة، غير في أفكاره، جاب لاعبين جداد، صفقات جديدة، خلق تنافس مع المجموعة. فالنهاردة عشان كده ما بقاش فيه هبوط في المستوى، بل الكيرف بتاعه في صعود. عكس كلوب، النهاردة لازم يغير أهدافه، وفرصه بالنسبه له انه يبقى موجود قدام افضل مدرب في العالم ويقول انا هكسبك. بص، في بعض الانديه وبعض المدربين ما يليقش عليهم دور الضحيه. كلوب ما يليقش عليك دور الضحيه ولا دور المظلوم. ذكر الدكتور طارق، هو جاب مهاجم نونز اغلى من هالاند 85 مليون باوند، فليفربول مش فقير. السيتي
هذا الموسم عبد العزيز كسبان من بيع اللعيبه، كسبان من بيع اللعيبه بعد زينشينكو وجي جيسوس لارسنال ستيرلينج وستيرلينج فيليبس وهالاند وكسبان. فانت ما ينفعش عليك، ما يليش عليك دور الضحيه ولا دور المستضعف ولا دور المظلوم. انت اخطات في بدايه الموسم في تقييم فرقتك والاضافات، فلازم تعترف. هو يقال عنه ايضا كل سابع موسم مع اي فريق يشهد تراجع مع يورجن كلوب. انا بحبه على المستوى التدريبي، وهو اضاف للكره الكتير. الموسم ده تحدي ليه، الموسم ده تحدي ليه، لان زي ما قلت لك انا ذكرت ان جوارديولا ايه اللي خلاه غيره، بيغير في الطاقم الفني المساعدين، بيغير في افكاره، بيجيب اضافات، بيجيب لعيبه، فالنهارده بيخلق تنافس، بيجدد نفسه. كلوب الموسم ده تحدي لازم يخرج منه باقل الخسائر، باقل الخسائر. عبد العزيز التحدي له على المستوى الشخصي وعلى المستوى التكتيكي، ده بيجدد نفسه مع ده ماشي مع الموضه. معنا تخيل يورجن كلوب احرز دوري الابطال ولقب الدوري. امتع ثلاث فرق في العالم حاليا بيقدموا كره ارسنال نابولي سيتي. الثلاث فرق دول بيقدموا كره ممتعه وكره هجوميه، ودايما تبحث عن الاستحواذ والريتم السريع واللعب الحلو. فارسنال دلوقتي انا بستنى مع مواعيد مبارياته حتى في اوروبا ليج، كنت بستنى انا اتفرج ازاي الفريق هيبقى فيه استمراريه في الانتصار، في استمراريه في الاداء الكويس. فالنهارده الفريق بيسير في المسار الصحيح وباداء حلو يا عبد العزيز وبريتم حلو، تبقى مبسوط للمدرب الشاب والفرقه الشابه ان هي بتقدم كره كويسه وفي استمراريه وفي توازن. ظهر احد المسؤولين الموسم الماضي عن وسئل في مقابله صحفيه عن عمليه بناء ارسنال بان ارسنال لا يريد البناء بشكل سريع، لربما يواجه تخبط، وهذا شاهدناه في مثال حي وهو مانشستر يونايتد. هو بالتدريج، هو بناء تدريجي، وده ماشي خطوه خطوه وده كويس وفعال حتى الان. يعني احنا بنتكلم على 24 نقطه من اول 9 مباريات، هزيمه وحيده. فالنهارده الفريق بيسير في المسار الصحيح، مباراه مباراه يا ارتيتا، ما تضغطش على اللعيبه الموجودين الصغيرين، مباراه مباراه، وهو ماشي كده. واعتقد الاداء كويس والنتائج المميزه بتدي ثقه للفريق وبتدي توازن كبير للفريق. حتى النجوم اللي كان بعض الجماهير بتنتقدهم زي تشاكا النهارده من نجوم الفريق، فاعتقد ان الفريق بيقدم اداء كويس واداء فيه توازن كبير واداء ممتع، وده الاهم في كره القدم. شاهد بارتي حاضر في ملعب إيلاند رود لمواجهة ليدز، ستكون مباراة صعبة لأرسنال الذي لعب بشكل مميز طوال الجولات الماضية. أستون فيلا مع تشيلسي أيضا لقاء مهم لتشيلسي، عملية بناء أيضا جديدة، إدارة جديدة، رئيس جديد، مدرب جديد، وطموح مختلف.